كنت تقول لزوجتك عجبتني فتاة؟ بتقلها؟ بتقلها أنا عجبت بهيدي البنت؟ إيه لا، أنا بقلها عجبتني. إيه؟ بتغار عليك؟ أكيد، مثل ما بغار عليها أكيد. مشان هيك كان في مشاكل أنت وهند صبري؟ كانت مشكلة الغيرة بتصريح لهند. قالت كانت العلاقة اللي كانت بتربطكم سوا سبب الانفصال كان غيرة باسل. حدا بيغار كثير. أنت رجل شرقي بكل ما للكلمة من معنى. هي قالت إنه أنا كنت بغار كثير؟ أنت شخص بتغار ويمكن ما بتتقبل. أنا ما بنفي إنه أنا ما بغار، أنا ما قلت إني أنا ما بغار. لا، بس أنا قلت لك دائما الأمور عندي ما لا ثابتة. يعني الثوابت، أوكي في ثوابت بالحياة، بس أنا ممكن قبل الغيرة تبعي كانت مختلفة عن غيرتي حاليا. غيرتك قبل كيف كانت؟ فيها شيء من الإيجو. أنا باسل. بالضبط. كنت رافض فكرة إنه هي كمان موجودة بالوسط الفني؟ إطلاقا طبعا لا. لا العكس، يعني أنا من أكثر الأشياء اللي بحترمها واللي أثبتت لي بالدليل القاطع بأنه الأشخاص اللي بيكون في بيناتهم نوعا ما علاقة محترمة وتتحول لصداقة. أنت وهند هلأ أصدقاء؟ تماما تماما، يعني يعني شلون، يعني كيف بدي احكي لك، يعني وبنضحك يعني لما بنجتمع ببعض الايفنتات ولا كذا بنضحك على المرحله اللي كنا فيها. المرحله قد ايه قعدتوا مع بعض باسل تقريبا؟ قد ايه كانت علاقتكم؟ قعدنا تقريبا سنتين ونص. انت حتى على فكره بعمر بعلاقاته. لا على كيفي، يعني انه بتقعد سنين بتروح، يعني سنتين ونص. سنتين ونص كان.